كان صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. هذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وجبره لخواطرهم صلى الله عليه وسلم. والرواية تقول كان يأتي ضعفاء المسلمين. إحنا الآن نذهب إلى الكبراء، إلى الأغنياء، نحضر واجباتهم الاجتماعية، عزاء، فرح، كذا، أهل دنيا. أما الفقير ما له أحد، أخلاق ساءت عند الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ضعفاء المسلمين. نعم.